بص يا جدعان، اسطنبول نزلت تحديث الماب المجنون. بص يا جدعان كده، تعرفش بقى ايه الماب ده؟ اسمه زازر سايد. لا طبعا فيه ادل والكلام ده، عشان تقول لك اللو فروم زازر سايد، فتخيل ممكن تلاقي فيه اي حاجه. بص يا جدعان، بيكون ليه 5 فرص، يعني بتلعب كده ليك 5 فرص، لو خسرت ترجع مره تاني. شوفوا كده مثلا، لو خبطت في البتاعه الحمراء دي، بص لا لحظه، شفتوا كده؟ ادي فرصه تاني، فاضل لي 4. اول ما تخسر 5 كلهم تخسر خالص. شوفوا لو دوست هنا، ادي كده تاني مره، فاضل لي كمان 3 مرات. يعني الماب فيه كل حاجه، بسم الله ما شاء الله، وفي فراخ هو مش عارف تعمل ايه برضو. طيب يعني في كل حاجه الماب، شكله الماب مجنون يعني، كده كميه حركه مش طبيعيه. يا لو ده في شرك هنا يا جدعان، ده في كل حاجه حرفيا. ايه ده؟ في بوت باش، ده كل المابات كلها فتحت على بعض يا جدعان، شايفين؟ ده في بتاعه البوت باش، كل حاجه هنا. حلو، ماب يستحق لايك واشتراك.